Oregon around 3:15 p.m. tomorrow afternoon. This superstorm is expected to be a Category 5 hurricane with winds up to 300 miles per hour. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم في مقطع جديد ومقطع جي تي اي 6 لهب. طبعا في مقطع اليوم راح نشوف اخر اخبار جي تي اي 6 او 6، لان صراحة كل ما لها تكثر وتكثر وتكثر اضافة الى المواضيع الاخرى، فخلونا نخش في المقطع. طيب قبل ما نخش في الاخبار احب اقول لكم انا يعني انه ترى 2020 هي سنة المعرفة بجي تي اي 6 بنسبة 80-90%. ما رح نطلع من 2020 إلا وحنا عارفين بموعد إطلاق جي تي اي 6، لذلك هي الأخبار قاعدة تكثر حيال اللعبة. طيب زي ما تعرفون موضوع تلميح روكستار جيمز للألعاب القادمة اللي صار في موقعهم أخذ ضجة كبيرة جدا جدا يا أخوان، وأتوقع كل مجتمع الجيمينج يعرف بهذا الشيء ويعرف بهذا التلميح اللي من روكستار، لأنه عدد كبير جدا من المواقع العالمية غطت هذا الخبر من أول موقع إلى آخر موقع، جميعها غطته. على رأس المواقع اللي غطت هذا الخبر هو موقع IGN الشهير والمعروف، زي ما تشوفون غطاه بالكامل، وهذا يوحي لك قد ايش الموضوع انتشر وقد ايش الموضوع جدي وقد ايش روكستار جيمز شركة كبيرة جدا. اضافة الى ذلك جي تي اي 6 كانت ترند الاول عالميا على تويتر زي ما تشوفون، وهذا يؤكد لك انه الناس منتظرة جي تي اي 6 بفارغ الصبر ومنتظرين اي شيء من روكستار جيمز حول جي تي اي 6. طيب روكستار جيمز من خلال موقعهم الرسمي قاعدين يبحثون عن فيديو إديتر عشان يسوي تريلر مدته 60 ثانية زي ما تشوفون. طبعا هذه الوظيفة منشورة في موقع روكستار جيمز الرسمي منذ فترة، لكن أنا حبيت أني أشارككم بهذه الوظيفة أو بهذا الخبر لأنه في كلام كثير انتشر أنه في تريلر قريب، فحبيت أربط الموضوعين مع بعضهم البعض. فنعم زي ما تشوفون روكستار جيمز حرفيا طالبين في فيديو إديتر أو محرر فيديوهات عشان يسوي تريلر مدته 60 ثانية، لكن طالبين صفة معينة وهي أنه يكون محترف وفي نفس الوقت مخرج سينمائي بأفكار متقدمة، وأهم صفة طلبوها أنه يكون عنده خاصية تحريك المشاعر وتحميس المتابع للشيء المعروف ويخليه يتعلق به، زي مثلا ظهور شخصية معروفة أو ظهور شخصية قوية جديدة. ممكن تسأل طيب التريلر لإيش؟ طبعا كل الاحتمالات قائمة، ممكن يكون لجي تي أونلاين، ممكن يكون ريد ديد أونلاين، ممكن يكون ريد ديد ريديمشن 2، ممكن يكون أيضا جي تي اي 6. طبعا الألعاب الأونلاين نقدر نستبعدها لأنه أغلب التريلرز اللي حقين إضافات الأونلاين يعني ما تحتاج لقطات عاطفية ولقطات يعني تحرك مشاعر وتخليك تتعلق بالشيء، فقط تريلر وأعرضه ألعبه وانتهى. وهذا يخلينا نروح لريد ديد ريديمشن 2. نعم ممكن ريد ديد ريديمشن 2 يتم إضافة لها DLC سواء كان أندد نايتمير أو إضافة المكسيك، والتريلر يحتوي مثلا على لقطات تحرك مشاعرك زي مثلا ظهور آرثر مورغان زومبي، ظهور جون مورستن وغيرها، فيقصدون بتحريك المشاعر زي كذا أمثلة. الاحتمال الثاني إنها تكون فعلا لجي تي اي 6 ويكون تريلر يخلدوا التاريخ وتريلر يحرك مشاعرك الجراندية ويخليك فعلا تتعلق بجي تي اي 6. طبعا كل الاحتمالات واردة، طبعا حبيت أربط الموضوعين مع بعضها خصوصا إنه في تريلر موجود أو في فيديو خاص لروكستار جيمز في قناتهم على اليوتيوب زي ما شفنا أول، فحبيت أربطهم مع بعضهم البعض. خلونا الآن ننتقل لموضوعنا الثاني. طيب تفتكرون الفرقة الغنائية سيتي مورغ اللي نشرت ستوري غريب جدا على حسابها في الانستغرام وفي علاقة بروكستار جيمز؟ نعم هذه الفرقة رجعت مرة ثانية بشيء جديد، لكن قبل خلونا نستذكر سويا ايش سووا اول مرة. زي ما تشوفون سيتي مورغ هذه الفرقة نزلت ستوري على حسابها في الانستغرام ومسوين تاج لحساب روكستار جيمز، وتحت
وقتها كاتبين صيف 2020 وحاطين لوجو روكستار جيمز وعليه دم مشترك مع لوجو الفرقة الغنائية سيتي مورغ، إضافة إلى ريتينج بيندينج ورقم متسلسل غريب 09-044-95-42. طبعا الناس استغربوا إيش الموضوع وإيش علاقتهم بروكستار جيمز وإيش راح يصير في صيفية 2020، هل لهم علاقة بجي تي اي 6 وبولي 2 ولا أي لعبة أخرى لروكستار جيمز؟ طبعا مرة أخرى فرقة سيتي مورغ أثارت ضجة حيال جي تي اي 6 أو لعبة روكستار جيمز القادمة. سيتي مورغ طلعوا في مقابلة وتم سؤالهم هل أنتم موجودين أو راح تكونون مشتركين في الجي تي اي القادمة؟ ردوا وقالوا، طبعا اعتذر على اشكالهم وعلى ايش يسوون، لكن شوفوا الاجابه. There's a rumor out there that you guys are going to be in Grand Theft Auto the game. Is this true? That's undisclosed terms again. Another undisclosed term? Yeah, I can't be telling y'all everything. This video game. زي ما شفتوا قالوا undisclosed term، بمعنى انه مشروع او عمل لا يستطيع التصريح به لانه لم يتم الاعلان عنه. صراحة يعني لما احد يسألك وتقول له ما اقدر اصرح عن هذا الموضوع، فهذا يعني انك فعلا انت تدري شيء حيال هذا الشيء، وبحكم العقد اللي بينكم ما تقدر تصرح عنه. طبعا كان يقدر يجاوب بشكل اخر، لكن صراحة جوابه كان فاضح وفعلا فضحوا، وهذا يؤكد فعلا وحقيقة انه سيتي مورغ مشاركين مع روكستار جيمز بشكل من الاشكال. ممكن تكون جي تي اي 6 ما تدري، او ممكن تكون لجي تي اي اونلاين كتريلر لاحد الاضافات، او انه فعلا تكون لجي تي اي 6. فابغاكم تشاركوني اراءكم حيال هذه النقطة، جدا ضروري. طيب الموضوع الثاني واللي هو ممكن جي تي اي 6 يتم الاعلان عنها في مؤتمر بي اس 5 القادم او اللانش ايفنت. نعم خلونا نخش في الهرجة. طبعا روكستار جيم شركة فريدة من نوعها ولها تقريبا طريقتين في الاعلان عن العابها، اولا عن طريق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وشوفنا هذا الشيء عدة مرات، يروحوا لتويتر مثلا يقولون والله اللعبة الفلانية راح تنزل في الوقت الفلاني وينتشر الخبر بشكل كبير جدا. الطريقة الثانية عندهم انهم يعلنون عن لعبتهم القادمة من خلال مؤتمر شركة تتعامل روكستار جيمز معاها زي مثلا سوني او مايكروسوفت. طيب كيف ممكن روكستار جيمز تعلن عن جي تي اي 6 او عن لعبتها القادمة؟ خلونا نستذكر سويا كيف تم الاعلان عن اخر جزئين لجي تي اي. طبعا جي تي اي 4 تم الاعلان عنها رسميا في مؤتمر اي 3 مايكروسوفت في عام 2006، بينما جي تي اي في وريد ديد ريديمشن 2 تم الاعلان عنها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع روكستار جيمز الاجتماعية، سواء كان تويتر، فيسبوك، يوتيوب وغيرها. طبعا بالنسبة للمرة الثانية اللي فيها روكستار جيمز اعلنت عن شيء يخصها عن طريق مؤتمرات حق شركات اخرى، كان في مؤتمر سوني في عام 2014 لما تم الاعلان رسميا انه جي تي اي في قادمة للبي اس 4 والاكس بوكس 1 بجرافيكس افضل ومحسن. فالموضوع يعني تحس انه في علاقات، في دني وافيدك. طيب كلنا نعرف انه في تسريبات كانت تقول انه جي تي اي 6 او جي تي اي في اي راح تكون حصرية على سوني لمدة شهر كامل، وسوني دفعت ملايين الملايين عشان هذا الشيء. فنعم قالوا انه في علاقة بين روكستار جيمز وسوني. طبعا مو اول مرة يكون هذا الشيء موجود، بل انه قاعدين نشوف هذا الشيء بين سوني وروكستار جيمز حاليا. وفي الالعاب الحالية روكستار جيمز دائما تنزل اشياء ريد ديد اونلاين اول شيء لحقين البي اس 4 او سوني، بعدها بشهر او شهرين تنزل لحقين الاكس بوكس. يعني في علاقة واضحة بين روكستار وشركة سوني. فنعم الناس قالت بحكم العلاقة بين الاثنين من الممكن انه يتم الاعلان عن جي تي اي 6 عن طريق مؤتمر الاطلاق الرسمي للبي اس 5 اللي راح يكون في موسم الهوليدي 2020، يعني شهر نوفمبر ديسمبر واللي بعدها. في هذه الشهور ممكن يتم الاعلان عن جي تي اي 6 وتحديدا في مؤتمر الاطلاق الرسمي للبي اس 5.
5. طبعا لما طالع للموضوع كذا كلتا الشركتين مستفيدة وكلتا الشركتين راح تكسب ضخم ضخم جدا. سوني راح تزيد مبيعات الجهاز والبي اس 5 بحكم انه جي تي اي 6 حصرية عليه، بينما جي تي اي 6 وروكستار راح تكسب ترويج من العدم، ترويج بلاش. فأشوف الشركتين مستفيدة. طبعا ممكن انت تقول يعني الموضوع فقط تكهنات واحتمالات، لكن خذ هذا الدليل. كلنا نعرف انه شركة سوني وشركة روكستار جيمز كلاهما ما راح يحضرون مؤتمر وحفل E3 2020. طبعا لما تطالع في الموضوع ليش اثنينهم ما راح يشاركون، طبعا سوني كل E3 تقريبا تشارك، ليش هذه السنة أو هذه المرة ما شاركت؟ طبعا الملفت في الموضوع إنه الشركتين ما راح يشاركون في E3، وكلنا نعرف العلاقة بين روكستار جيمز وسوني من ناحية الحصريات. فالناس قالوا نعم، هل راح نشوف روكستار جيمز تعلن عن جي تي اي 6 خلال المؤتمر الرسمي لإطلاق بي اس 5؟ طبعا كل شيء وارد، كل شيء ممكن الحدوث بناء على العلاقة بينهم، وشفنا روكستار جيمز سابقا تعلن عن ألعابها خلال المؤتمرات، فهل ممكن نشوف؟ كل شيء وارد مرة أخرى، شاركونا آراءكم في خانة التعليقات. وتقريبا هذا هو موضوعنا لليوم، وغطينا فيه له جميع أخبار جي تي اي 6. طيب شاركونا آراءكم في خانة التعليقات على جميع النقاط اللي تكلمنا عنها، آراءكم جدا مهمة. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.